بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد الان نلتقي باحد الاخوه المشاركين في مسار ما يسمى هذا المكان العتكيه الاسم الكريم اسمك سالم عبد الله محمود رهيبي. الاخ سالم، بدايه ما اهميه اختيار مثل هذه الاماكن كمسارات جماعيه؟ هو هذه الاهميه اول شيء التعرف على المنطقه وبعدين الرياضه وبعدين على الاثار الموجوده في هذه البلاد تعريف الشباب نعم والناس الضيوف اللي يعتبرون معنا في هذا المسارات. كون فريق الحاضر يتبنى مثل هذه يعني المسارات الجبلية وغيرها من المسارات، ما الرسالة التي يحملها؟ الرسالة يحملها هو الرجوع إلى آثار الأجداد في المشي في التنقلات كان بين هذه المناطق في التجارة وفي العمل. جميل، ونحن نقتدي على آثارهم. نعم، ما هي نصيحتك ورسالتك لمن يشارك في مثل هذه المسارات؟ هذه المسارات نصيحة والله أن يهتموا، لأن هذه الرياضة وصحة. نعم، وصحة يعني ما شاء الله، يعني لما مارسنا هذه المسارات نعم يعني وجدنا النشاط والحيوية والشباب. أحيانا الناس تحمل علب الماء أثناء المشي وكذا، فللمحافظة يعني على البيئة وكذا، ما هي نصيحتك؟ دائما نؤكد على الشباب أن يبقى المكان نظيف مثل ما قبل أن لا يكوني. نعم، وأن يعني حافظوا على النظافة، وهذه كمان جميلة ونحن أجمل. أي نعم، ما هي نصيحتك لتطوير مثل هذه المسارات؟ هو البرامج. البرامج هو تجهيز المسارات. على سلامة المسارات. نعم، والمسارات يعني تكون أمن وسلامة. نعم، للمشاركين. نعم صدقت. بعدين يعني توثيقها وعمل احداثيات لها في جميع مناطق السلطنه. نعم، جزاك الله خير سعدت بالحديث اليك. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله الف خير. امين جميعا.